القصة الكاملة لأزمة مسعود أوزيل مع الصين، ولهذا السبب تخلى عنه أرسنال. تصدرت أزمة اللاعب الألماني ذو الأصول التركية مع السلطات الصينية مواقع التواصل الاجتماعي مسعود أوزيل ووسائل الإعلام العالمية، حيث هاجم الحكومة الصينية واستنكر صمت الأمة الإسلامية بشأن ما يحدث مع أقلية الإيغور المسلمة. بدأت الأزمة من خلال بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يهاجم فيها السلطات الصينية بسبب استخدام وسائل القمع ضد أقلية إيغور المسلمة، ويندد فيه من المخالفات والأساليب القمعية ضد المسلمين في الصين من إغلاق المساجد وحرق نسخ القرآن وقتل علماء الدين، مؤكداً أن المسلمين في الصين يواجهون وحدهم عنف المضطهدين الذين يحاولون إبعادهم عن دينهم. واستنكر أوزيل في بيانه صمت الأمة الإسلامية وتجاهلها لما يتعرض له المسلمين في الصين وعدم التحرك لمساندة أقلية الإيغور المسلمة ضد بطش السلطات الصينية، متهماً إياهم بالمساهمة فيما يتعرض له المسلمون بالصين من انتهاكات. لم تمر تصريحات الألماني مسعود أوزيل دون رد، فقامت الحكومة الصينية بتكذيب تصريحات نجم أرسنال، كما نشرت بيان استنكار وشجب لما تحدث عنه اللاعب بخصوص وجود انتهاكات ضد الأقلية المسلمة بالبلاد. وعلى الجانب الآخر، تخلى نادي أرسنال الإنجليزي عن لاعبي مسعود أوزيل في أزمته مع السلطات الصينية، وذلك خوفاً أن تؤثر تلك الأزمة على مصالحه الاقتصادية بالصين. ونشر النادي الإنجليزي بياناً أكد فيه أن تصريحات اللاعب هي تصرفات فردية منه ولا علاقة للنادي بها، وأكد أن النادي يؤمن دائماً بمبدأ تفادي الانخراط في السياسة. اتحاد الكرة الصيني تحرك أيضاً للرد على تصريحات الألماني مسعود أوزيل باعتبارها تصريحات خرجت من لاعب كرة قدم، ونشر الاتحاد الصيني بياناً انتقد فيه تصريحات نجم أرسنال وأكد أن معرضه تسبب في أذى كبير لمشاعر محبي كرة القدم بالصين. لم تكتفي السلطات الصينية بنشر بيانات استنكار وشجب لتصريحات أوزيل، بل اتخذت قراراً بمنع بث مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والذي شارك بها اللاعب الألماني كنوع من رد الفعل تجاه الاتهامات التي وجهها لدولة الصين بقمع الأقلية المسلمة بالبلاد. كما نجحت السلطات في إغلاق العديد من المنتديات المناصرة والداعمة للاعب في الصين حتى لا تساهم تصريحاته ومعارضه من انتهاكات يتعرض له المسلمون في الصين في إشعال ثورة ضد السلطات الصينية ما يهدد استقرار البلاد، لا سيما وأن السلطات بالصين تعرضت لانتقادات عنيفة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات ضد الأقلية المسلمة إيغور.